السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سعيدة تالشانيل. نتمنى تكونوا على خير وبصحة وعافية إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم فطيرة بالكفتة، كتجي رائعة في المذاق وسهلة في التحضير وبمكونات بسيطة. نتمنى تضغطوا على زر ابوني ولايك وتخليوا تعليق. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. هنا كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق مغربل، كنحتاجو واحد خمارة، واحد بيضة، كاس زيت فيه زيت الرومية وزيت البلدية، كنحتاجو واحد معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة. كنحتاجو كاس الماء دافي، كاس الحليب دافي. كنجمعو كل شيء مع الدقيق وكنعجنوه مزيان وكيتدلك. هنا كنضيفو الماء شويه بشويه، الماء على حساب الخليط، العجين كيكون مرخوف شويه. صافي، هي العجينه من بعد ما تدلكات مزيان كنقسموها على جوج وكنخليوها ترتاح. كنغطيوها بلاستيك غذائي، كنخليوها ترتاح لمدة 15 دقيقة. هنا بالنسبة للحشوة كنديرو بصلة مشلضة كبيرة وفلفلة، كنشحروهم مزيان، شوية تاع الزيت، شوية الملحة، نص معلقة صغيرة الملحة، نص معلقة صغيرة الإبزار، وشوية تاع التحميرة. من بعد ما كتشحر شويه كنضيفوا الكفته حتى هي فيها العطريه، وكنشحروا مزيان حتى كطيب كلشي العناصر. هنا كناخذوا اللاطه كندهنوها بالزيت، كناخذوا واحد كره ديال العجين كنورقوها مزيان. من بعد ما ورقناها كنثقبو بالفرشيط باش ما تنفخش، كناخدو كرة اخرى كنورقوها في لاطا وحدة اخرى نفس العبار ديال الاولى. صافي، كنضيفو الحشوة.
كنضيفوا عليه الفرماج او الجبن محكوك. هنا كنضيفوا الطبقه الثانيه من العجين اللي ورقنا، كنحكموه مزيان من الجناب. كندهنو بالصفر البيض، كنضيفو الجنجلان من الفوق، صافي كنديرو الفران يطيب. هاهي الفطيرة من بعد ما طاب، كتجي رائعة في المذاق وسهلة في التحضير. نتمنى يعجبكم الفيديو، تجربو هاد الوصفة. وشكرا لكم، وإلى وصفة أخرى.